الرايق الصيفي دائما وابدا. شكرا لجميع الحضور الكريم، شكرا لجميع المتابعين ومشاهدين البث الحي مباشره من قناه الاصايل، المشاهدين الكرام، متابعينا الاعزاء في كل مكان. اعلنت انطلاقه الشوط الخامس عشر خاص لسن المفاريد البكار، هنالك شعارات كبيره، شعارات مميزه تحمل لنا طموحات المشاركين والملاك والمضمرين. اول المراكز الشاهينيه هو سالم بن حمد بن شعيل المري، وثاني المراكز وصلت الدوحه وعلي بن فخيت بن عويضه المري. من يقدم لنا هنا الاسم الكبير؟ ووصل ووصلت هنا شوق ومحمد بن صالح بن حنظل المري. ورابع المراكز هنالك وصلت ووصلت الشاهينيه ومحمد بن مبارك بن هامله المري. وخامس المراكز مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء وصلت هنالك غنايم وسعيد بن حمد بن لزوح. يلا يا بن لزوح احرك غنايم للمقدمه، غنايم الناموس، ولكن لنا عوده الى المقدمه والى الصداره. هنالك الله الله الشاهينيه وسالم بن حمد بن شعيل المري، ولكن هنالك شعار بن حنظل هنا يقدم لنا شوق محمد بن صالح بن حنظل المري. ولكن هنالك الأسماء القوية، الأسماء الحاضرة والغدوم الكبير، ولكن لنا عودة للشاهينية وسالم بن حمد بن شعيل المري. يلا يا بن شعيل 300 متر أخيرة تفصلنا عقدة النهاية والتيم مطلوب يا بن شعيل، ولكن حذاري من الغادمين، حذاري من الغادمين يا بن شعيل. الله الشاهينية، الشاهينية وسالم بن حمد بن شعيل المري، وتحرك شبه الأوامر. سلام من المية متر، سلام يا بن شعيل، سلام الشاهينية، سلام سلام. وحبا هنا مشاهدينا الكرام تهانينا لمالك الشاهينية سالم بن حمد بن شعيل المري المركز الثاني، كان من نصيب الرياضية، وراشد بن محمد البريدي المركز الثالث، كان من نصيب الشاهينية، وعبد الهادي بن عجلان المري. التوقيت الزمني ساعة وصول الشاهينية 2:14:36 جزء. تهانينا لمالك الشاهينية سالم بن حمد بن شعيل المري، تهانينا لجميع الفائزين بالمراكز المتقدمة.